أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شد النبال والقوس واقصد جدود الأوس، تلقى الكرم والجود قد فاق قبائل دوس. وإن أردت الحسن أشر لها بالموس، هذا الجمل يا أخوان أكيد في بيت بعوس. تابعونا. معانا فقرة اسمها ممثل لأول مرة، مستعد تمثل وتنافس مع زميلك على جائزة التمثيل؟ ما نعرف نمثل. أيوة. نعرف نبلط معاكم بلط طولنا، يعني مبلط لأول مرة. مبلطين قديم، مبلط لي سنتين 3 سنين. وانت بلط؟ آه. جرب مثل. ما نمثل، التمثيل صعب علينا. يعني أسهل من البلاط أو البلاط أسهل؟ صعب، البلاط أسهل. البلاط أسهل، لكن أنا كممثل أشوف أن التمثيل يؤدي رسالة وهو أسهل. إذا نشوف واحد ثاني يمثل معنا. مع الأخ اسمك؟ حسين ناصر العصري. حسين العصري، ما رأيك توقع اليوم بطل وتوقع ممثل أول مرة؟ ما بنستني جابر، عاد احنا نمثل مثل جابر وذا بالجابر. جرب ما رأيك. ما احنا نعرف نبلط، أبو بلط نبلط. كلهم بلط يا أسف كمان. تابعوا. عبد الله حسين محمد المراني. يا اخ عبد الله من بيت بوس. ما ايوه من بيت بوس. طيب معنا فقره اسمها ممثل لاول مره، مستعد تمثل وتنافس انت واحد من زملائك في المنطقه على طول؟ ايوه مستعد ونص. والله مستعد وعد. خذ غمار المنافسه، عاد خذ بقوه بقوه على بركه الله. المتسابق الاول محمد او عبد الله؟ عبد الله حسين محمد المراني. عبد الله محمد. عبد الله محمد حسين المراني. تابعونا. كيف حالك؟ الله يسلمك. الأخ من؟ محمد علي شكالي. محمد علي شكالي، حياك الله. من أين بقيت؟ بيت بوس. طيب قل لي قد مثلت؟ ماشي. ما قد مثلت نهائيا. معنا فقرة اسمها ممثل لأول مرة، أتشارك معنا وهذه الفقرة عليها جائزة. نجرب. جربت مثل؟ نجرب نمثل عادي. ما عندك شعور أنك عتفوز؟ إن شاء الله. عندك إبداعات؟ إن شاء الله. نجرب. نجرب. أعزائي المشاهدين، لقينا الأخ محمد والأخ كمال لقى صاحبه محمد وصاحب كمال، نلتقي بعد شوية في خشبة المسرح لنأدي الأدوار سويا. تابعونا. إذن مشاهدين الكرام، من هنا من منطقة بيت بوس اثنين سيخوضون معنا منافسة ممثل لأول مرة، الأخ محمد علي شكايلي. محمد. والأخ عبد الله حسين محمد المراني. إذن عبد الله ومحمد حيتنافسوا على من يمثل لأول مرة تمثيل جميل. حنبدأ المشهد أنا وخالد الجبري، لسه خالد الجبري وكمال ضماع بيبدأوا المشهد، أنتم بتتابعوا المشهد. بعد ما يتم المشهد بتبدأوا وتتنافسوا. مستعدين تخوضوا النزال؟ مستعدين. والجائزة نقول مبروك للفائز، من ما هو؟ مستعدين. محمد مستعد؟ مستعد. محمد شكله رومانسي والمشهد اليوم رومانسي. تابعوا المشهد. ولدي يا ول صلي على رسول الله، مالك مطنن؟ ابي الحبيب انا داري فيما انت مطنن وفيما انت سارح، قلبي بيدق داري ما تشتي. انا داري انك تميت الدراسة وتخرجت وما شاء الله عليك تشتي الزواج، قد كل الناس زوجوا الا انت، لكن ما عليك، عاد ابيع جربتي وازوجك واطلب المرة اللي تشتي. زوجة المستقبل أبي العزيز. أيوة. لا أريدها جميلة فيطمع بها غيري، ولا أريدها قبيحة فتشمئز منها نفسي، ولا أريدها طويلة فأرفع لها رأسي، ولا أريدها قصيرة فأطأطئ لها هامتي، ولا أريدها بيضاء مثل الثلج، ولا أريدها سوداء مثل الفحم، ولا أريدها متعلمة فتجادلني، ولا أريدها جاهلة فلا تفهمني، ولا أريدها غنية فتزلط علي، لا تتكبر علي، ولا أريدها فقيرة فيشقى بعدها عيالي. ها هذا الشروط حقك، ما مأخرك لزواج إلا هذا. هذه يا حبيبي الشروط في نصي، يفصل لك واحدة على مقاسك وعلى الشروط حقك. أنا قطعة تسألني عن دينها، عن خلقها، عن حسبها، عن نسبها. شلوك الجن، قم من جبالي.
يا سلام عليك وايش ولدي ولدي يا ولدي مالك صلي على رسول الله مالك مالك مطنن ها ها اكيد اكيد انا داري ايش مطنن كملت الدراسه وكملت تخرج وبتطنن في الزواجه ولا عليك ابيع جربتين وازوجك وانت اختار البنت اللي تشتيها ما هي البنت اللي تشتيها انا لا اريدها بيضاء فيطمع الناس بها ولا اريدها سوداء كالفح ولا اريدها طويله لكي ارفع لها راسي لا اريدها قصيره لكي انحني لها او اضع لها راسي ايوه و... ها وزيد زيد ها ها لا اريدها متينه ايوه ما هو لكي تكتم الهواء عني ولا أريدها ضعيفة كي لا أراها من أمامي ولا أريدها غنية ولا أريدها متعلمة كي تجادلني ولا أريدها جاهلة يا سلام عليك وايش ها هذه المواصفات حقك هذه المواصفات حقك تشتيها كذا تحاكى معي ايوه هذه المواصفات اللي تشتيها ايوه هذه المواصفات ايوه ما تشيل هذه المواصفات وبس هذه المواصفات سير الصي تعرف اين الصي اين الصي كفى القرية اين الصي اين سير الصي فصولك واحدة على ما تشتي انا قلت اسألني عن دينها عن خلقها عن حسبها عن نسبها تشتي مرة مواصفات هذه المواصفات قلت لك سير الصي ما فهو يلا قوم انت جاي قوم ولدي ولدي يا ولدي 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 صلي على رسول الله مالك مطنن مالك سارح ها دريت لك مسارح اكيد كملت الدراسه وتخرجت ما شاء الله عليك وبتفكر في فتاه الاحلام وانا داري شي تزوج انا عاد ابيع جربتين وازوجك واختار البنت اللي تشتي وما هي المواصفات اللي تشتيها اطلب اطلب لا اريدها جميله ايوه ولا ويطمع بها غيري ولا ولا قبيحة ولا اريدها قبيحة ها تشمز تشمز بي ايوه شمس طويلة ولا تكون قصيرة ايوه ومتينة ايوه ولا نحيفة ولا تكون غنيا اطمع به ايوه ولا فقيرة ايوه تكون متينة ايوه ولا تكون غنية اطمع به ايوه ولا اوضى راسي عندها ايوه ايوه فهمت ايوه ما جيت تشتي مثلا ايوه ما نسيش بنا نحك هذا الايام ايوه اه تري ايوه شيب واحد بشادر وصال بعروسين سعدما من هذا الخبر ولا تلبس لي كعب علي قحقح مطلع ومنزل يقرا حوزر وجرمال يا ما اقول هذه ما هي ما هي هذه ما هي اللي بتشيها هذا حق هذا الايام
راح تتزوج انت؟ ايه. وين المواصفات اللي تشتهيها؟ عيني. ها؟ قذتيناها له. ما هي سكاعدها لي الشف حما. انا لا اريد مرأة جميلة. ايوه. تكون طويلة. ايوه. ولا تكون رشيقة. ايوه. تكون نحيفة. ايوه. نحيفة. هكذا نحيفة. ما المواصفات يا ابني اللي تشتهيها؟ جي اخذها. جي انا. ما المواصفات اللي تشتهيها في المرأة حقك هذا الجاية؟ ولا اريدها مرة تكون جميلة. ليش تكون جميلة؟ ليش؟ أه؟ لا يطمع بها غيري. ايوه. ولا تكون متينة. المتينة كيف عندكم؟ يعني دبة. ها؟ دبة. دبة. ايوه دبة. ايوه. دبة. ايوه. ولا تكون تست علي نفسي. ايوه. فارفع لها راسي ولا اوطي لها رؤسي. ايوه. سواء سواء. ايوه ايوه. ما عاد باقي عن الترف ذا عينه. ما المواصفات اللي تشتهيها؟ لا اريد امراه تتزوج بها. المواصفات حق زوجتك اللي تشتهيها، زوجة المستقبل، ما المواصفات اللي تشتهيها؟ لا اريد بنية جميلة. ايوه بنية جميلة. ايوه بنية جميلة. ايوه بس وهذه المواصفات حقك ولا اريد ايش؟ نحيفة. نحيفة ولا تكون متينة. ايوه. اتنفسس بها. اتنفسس. اتنفسس. ايوه. وخلاص. وخلاص. ايوه. هذه المواصفات صير للصين يفصلوا لك مثلها. فين حيفصلوا؟ في الصين. لا ما بيفصلوش، عمني زني. فصل بلا اقول لك، لا تضحكني، معي ولدك جاف. فينه فصل؟ انا قلت انك قاعد تسالني عن دينها، عن خلقها، عن حسبها ونسبها. فينه؟ لكن انت اين الصين؟ ايوه. ايني؟ في جيبوتي او لا فيني. يلا سير الصين ندور عليها وبحاث ونكه. يلا تحرك تحرك. أعزائي المشاهدين، خلصت فقرة ممثل لأول مرة. طبعاً المتسابقين الأخ محمد والأخ عبد الله، شفتوهم كل واحد أداء أداء، منافسة قوية ومنافسة كانت قوية الصراحة. لجنة التحكيم اجتمعت وحددت فائز واحد، وهو أقول بسرعة ولا من توقع أنت؟ والله أي واحد. وأنت؟ أي واحد، ما مكتوب له أي. اللجنة حددت أعزائي المشاهدين الفائز بالمركز الأول في مسابقة ممثل لأول مرة، الأخ محمد. ألف على ألف 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 مبروك. هذه جائزتك 15,000، وهذه 5,000 ترضية لك، لأنك إن شاء الله هتصبح في المستقبل نجم من النجوم بإذن الله. أعطيني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا، وتابعونا. ما هو سؤالك؟ سؤالي بدأ الحوار الوطني. متى بدأ الحوار الوطني؟ في أي تاريخ؟ كم سيستمر؟ وكم سيستمر؟ متى بدأ الحوار الوطني وكم سيستمر؟ إذن الحمد لله. هذا كم في رصيدك الآن؟ 20,000. 25,000. أنا أسأل كم؟ 5 أشخاص. لو جاوب كل واحد من هؤلاء ينقص من جاي من رصيدك. 5,000. نبدأ الفقرة. أنت تسأل، تفضل بزل الميكروفون، توكل على الله وندور واحد نبدأ نسأله. الآن لقينا شخص هنا وقد طلعنا تعبنا، تتكلم معه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نشي سألك سؤال. تفضل. إذا جاوبت معك 5,000. تفضل. تمام. متى بدأ الحوار الوطني؟ بدأ وكم سيستمر؟ بدأ ب18 مارس وسيستمر 5 أشهر. زيد راجع حسابك. راجع. قديم. ما يستمر. لا البداية 18 مارس وابدأ يكون كم سيستمر؟ 6 أشهر. الصدق أنا هكذا حاولت أساعده لأنه قد إدى نص السؤال بصراحة، والسؤال كان متى بدأ الحوار الوطني وكم سيستمر؟ إجابة صحيحة و5,000 ريال سلمها. متى بدأ الحوار الوطني وكم سيستمر؟ الحوار الوطني بدأ يوم 18 مارس وسيستمر 6 شهور.
الخبرة حافظي من السؤال هذا لأنهم بيحبوا الوطن والخمسة ألف بتحس كارثة ثانية. الله كلمة قوية، الناس بيحبوا الوطن بيجاوبوا تحصد خمسة ثانية في سبيل الوطن، هذا يستاهل. كم نقص لها من رصيدك؟ 10,000. والباقي؟ على الله. متى بدأ الحوار الوطني وكم سيستمر؟ بدأ في 18 مارس، بدأ في 18 مارس وسينتهي في 18 نوفمبر. يعني كم عايز؟ كم الفترة؟ كم فترة الاستمرار؟ 6 أشهر. 6 ولا 4؟ 6. 6 أشهر وإجابة صحيحة و5000 ريال، والآن 3 و3. لكن هؤلاء يبينوا أنهم يحبوا الوطن وما عدنا جنبالي بها قد نصحني من لكن أبوها لأجل خاطر الوطن. تمام خلاص سلم له 5,000 يا هنا لأجل خاطر الوطن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك؟ رزق أحمد الحاج. معك سؤال لهذه الفقرة وهو سؤال وطني صراحة. متى بدأ الحوار الوطني وكم سيستمر؟ بدأ الحوار الوطني في 18/3. في 18/3/2013 ويستمر لست أشهر. ما شاء الله تبارك. لست أشهر والسؤال بسيط وإجابة صحيحة وخمسة ألف تنقسم الرصيد. لأنهم الناس يحبوا الوطن. وأنت يعني اديت سؤال نحبك كلنا، نقصت 5,000 من رصيد الأستاذ، بقي معه واحد، بقي معه واحد، تمت قرح الضمار لكن في محله، في محله. هذا بيفرحنا لأنهم تابعين القضية، تابعين الوطن. حلو يلا نستمر. متى بدأ الحوار الوطني وكم سيستمر؟ بدأ في 18 مارس. كم يستمر؟ مدري ما نشتري. ومشتري كم عايستمر؟ إهداء. ما نشتري. ما نشتري. كم أشهر؟ ولا. أربعة أشهر. إجابة خاطئة وآخر واحد ما جاوبش بقيت الخمسة للأستاذ. تصفيق يا جماعة. لكن يكفين قد تتنص السؤال معناته إنه متابع للوطن. أيوة. إذا أعزائنا المشاهدين فقرة أنت السائل جاوبوا أربعة ما جاوبش واحد في رصيده. 25 توزعت وبيقول لي وانا ماشي والله قال والله لو معي 25,000 جائزة للسؤال هذا لا اوزعها. انا اشتي الناس يحبوا الحوار ورسالتنا للمتحاورين احنا في ذمتكم والوطن في ذمتكم وخاطركم. السلام عليكم منطقة بيت بوس. فقرة اتحداك تقول الاخ عبد الله صالح. عبد الله صالح بقى من ردع. من رداع وجيت نزهة. نزهة على الوادي. أنا بيت بوس يعني منطقة حلوة وفيها 6 كاميرا أنا بس لا أحد يقول ينزل في الأمطار في 6 كاميرا أنا براني الله. فقرة تحتك تقولها بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش واسق؟ بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قرش قرش قرجة قرش 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 قرجة بقرش قرش قرش قرجة. والله إن قد همبرجر. يا جماعة بعد الشركة أنتوا عارف ما في صنعاء يقولوا للشركة اللحمة سير الشركة يعني سير أخذ لحمة من السوق. نشوف واحد ثاني وزميلي خالد. كل بعدي بقرش قشر وبقرش شركة. قشر قرش قشر قشر وبن وقهوة. أيوة يلا بقرش قشر وبقرش شكرة. شركة حق الغنم. يلا شكرا لك. عفوا. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش قشر. شيء والله انك بتعصطها عصيد. لكن نشوف واحد ثاني. بقرش قشر وبقرش شركة. قرش بقرش قرش بقرش. ها؟ قرش بقرش قرش بقرش. بقرش قشر. عرفت القشر القهوة؟ ايوه ايوه. وبقرش شركة لحمة. يلا بسرعة. قرش بقرش 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 بقرش. تابعونا. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، ما زلنا في الجو الجميل والرائع مستعدين للأمطار. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قرش قشر. بقرش قرش بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قشر
وبقرش شركه بقرش قرش قشر. اها ده يحصد يا جماعه. نشوف واحد ثاني. حتىك تقولها خمس مرات ودي لك جائزه. ماي بقرش قشر وبقرش شركه بسرعه. بقرش قرش مش قرش. سمك القرش عرفته. هاي قشر قشر ما عيده. بقرش قشر وبقرش شركه. بقرش قشر ايوه وبشرك شركه. معانا هذا الحبوبة رايح المدرسة. أروح المدرسة أتعلم هندسة صح؟ بتتعلم يا رب؟ أيوة. طيب ما سؤال بسيط، قولي بقرش قشر وبقرش شركة خمس مرات تستلمين الجائزة. مرة. طيب بقرش 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 قشر وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. بقشر شركة بقشر قشرة وبقشر قرشة. هذا الطبخة أو قهوة جديدة شركة وقشر. يلا شكرا يا بطل. عفوا. بقرش قشر بقرش شركة. بقرش قرش. ما هو القرش؟ حد يشتري بقرش قش؟ بقرش قشر بقرش شركة. بقرش قشر وبقشر شركة. بقرش قرش وبقرش شركة. بقرش قشر وبقشر شركة. متواصلين في أتحدك تقولها. مع الوالد من؟ حميد النمر. طيب يا عم حميد أتحدك تقول بقرش قشر وبقرش شركة خمس مرات ودي لك جائزة. ما هذا المستطاع. حاول ولو مرة. مستطاع معي. خلي الأخ هذا. خلي الأخ هذا طيب. بقرش قشر وبقرش وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. بقرش قشر وبقرش شركة. أعزائي المشاهدين قدوا أحسن واحد في الموجودين اللي حصلناهم هذا كلهم الصدق. وقد قرب ولو كان بخطوة بطيئة بسيطة لكن نتعاون معه ويستاهل ويستاهل الجائزة وعشرة ألف ريال مقدمة للبرنامج. مبروك عليك الجائزة. معنا الأخ عبد الله ناجي عبد محسن الحدي. يا أمان الخايفين جميل عز الدين ولا من هذا؟ معك الصوت الحقيقي لي يعني. طيب إذن من خلال ما أول جملة عرفت أنك بتقلد أصوات. أكيد يعني. طيب مذيعين وسبق أن شاركت في برامج كثيرة يعني برنامج كفرس الميدان معلومات جواز. هي تقليد الأصوات عبارة عن هواية فقط ليس إلا اللي بتقلدهم حبا فيهم. الإبداع الحقيقي هو في مجال الإلقاء وإن شاء الله. أيوه نعم. طيب إحنا نبدأ تقليدنا الآن. موهبة تقليد بأي صوت؟ سأقلد لكم الأستاذ محمد المحمدي. محمد المحمدي الأستاذ محمد المحمدي. نشوف. السلام عليكم مشاهدين الكرام بكل الود والحب. قلبي لكم حبي لكم أشواقي لكم. نشارككم اليوم برنامج كلام الناس. من أين أبدأ من أين أبدأ ويا زمن لا أستطيع أن أبدأ لكن فاصل قصير نعود بإذن الله. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بتقفل لنا البرامج على واحد واحد. احنا عاد احنا مشرعين اللقطة. طيب ليش نخرج من اليمن؟ سأنطلق وياكم إلى برنامج الطريق إلى مكة والزميل عز علاء الدين التميمي ويقول في بقنات قناة إقرار الفضائية. يلا. أهلا بكم مشاهدي الكرام ببرنامجكم الطريق إلى مكة. وطريقنا إلى مكة اليوم يحمل عدة مراحل. سننطلق وإياكم مع الأخ عبد الله الحدي من اليمن. والسؤال الأول يقول يا ترى ما هو أبو اللبن؟ معنا اتصال من الأراضي اليمنية. مرحبا معك الأخ عبد الله. الأخ عبد الله ما هو أبو اللبن؟ الزبادي الهنا. غلط. إجابة أخرى. حقين. غلط. إجابة غلط. أبو اللبن أبو ملعقة. أترككم في رعاية الله. الأخ لم يستطع أن يجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألغى البرنامج الرابع اليوم ده نشطب يا جماعة. فنانين ممثلين ممثلين أدي لك رابع هذاك علي الكوكباني. علي الكوكباني. ما بتقول يا تعال صباحك اصطبح يوم الرضا عليك. مشاهدي الكرام انا رابح ما حد يتكلم. السلام عليكم ورحمه الله. مذيع في اذاعه القران الكريم المعتصم العليقي يقول اذاعه القران الكريم من اليمن
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يمكنكم متابعة الإذاعة عبر التردد 97.7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، تابعونا في حلقة قادمة من برنامج الكاميرا في الريف 3 على قناة السعيدة. في أمان الله.